الأحد الأول من شهر بابا، إنجيل القداس. من مدامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. أبارك الرب في كل وقت وفي كل حين، تسبحته في فمي. بالرب تفتخر نفسي، فليسمع الودعاء ويفرحوا هللويا. من إنجيل معلمنا مرقس البشير بركاته على جميعنا. ثم دخل كفر نحوم أيضا بعد أيام، فسمع أنه موجود في بيت، فاجتمع كثيرون حتى لم يعد البيت يسعهم ولا ما قدام الباب. فكان يخاطبهم بالكلمة، فقدموا إليه واحدا مفلوجا يحمله أربعة رجال، وإذ لم يقدروا أن يدخلوا به من أجل الجمع، صعدوا إلى السطح وكشفوا سقف البيت حيث كان موجودا. وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني، مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتب هناك جالسين يفكرون في قلوبهم قائلين: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف؟ لأن من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله الواحد وحده. فللوقت علم يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال للمفلوج: مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال: قم واحمل سريرك وامضي؟ فلكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول، قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل سريره وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا واحدا مثل هذا قط، والمجد لله دائماً.